تحسبا للدخول المدرسي والاجتماعي، نظمت ولاية البيض حملة تطوعية لتنظيف شوارع المدينة، شاركت فيها جميع القطاعات. الحملة إذن التي باشرت فيها المصالح المختصصة تتكرر كل أسبوع، إذن حملة تطوعية تحسبا لدخول المدرسي والاجتماعي نظمت من طرف ولاية البيض لتنظيف الشوارع، شاركت فيها جميع القطاعات. نور الدين بالبشير. الحملة التطوعية الواسعة التي قمنا بها اليوم واللي انطلقت بناء على الاجتماع الذي انعقد بالولاية تحت إشراف السيد الأمين العام نيابة عن السيد الوالي، تجنيد كل القطاعات وكل مؤسسات الولاية من أجل حملة نظافة واسعة لتنظيف شوارع مدينة البيض وتحضير للدخول الاجتماعي والدخول المدرسي. سطرنا برنامج من أجل حملة تطوعية مبرمجة لكل يوم سبت، كل يوم سبت انطلاق من السبت هذا إن شاء الله. قمنا بتقسيم المهام على البرامج التالية إن شاء الله، خصصنا يعني كل مديرية خصصناها بقطاع.